رئيس الوزراء يقدم حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة في تقرير تفصيلي للبرلمان. شكري يبحث مع رئيس البرلمان العربي سبل دفع العمل العربي المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية. لجنة نوبل تدعو أبي أحمد لحل نزاع تجراي سلمياً وتحذير أممي من أزمة إنسانية واسعة النطاق. الثانية ظهراً 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت خطة عمل لبرنامجها تنبثق من ركائز التكليف الرئاسي في يونيو 2018. وفي تقرير تفصيلي للبرلمان تحت عنوان مصر تنطلق بشأن حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة 2018-2020، أشارت الحكومة إلى نجائح كورونا هددت ما تحقق من خطوات ناجحة في برنامج الحكومة، لكن القيادة السياسية كانت الداعم الرئيس في استكماله. وجه التقرير تحية تقدير وإجلال للشعب المصري الذي تحمل الكثير لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشاد بجهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومي المصري وجهود وزارة الداخلية. في جنازة عسكرية مهيبة شيع المئات من أهالي قرية مشتهرة التابعة لمركز ومدينة طوخ جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والذي استشهد أثناء إنقاذه لأرواح الركاب بمحطة مسرة بمترو أنفاق شبرا الخيمة. تقدم الجنازة لواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ولواء فخر العربي مدير الأمن وعدد من قيادات وزارة الداخلية، واللواء الراحل كان له أدوار بطولية في السكة الحديد حيث قام عندما كان يشغل رئيس قسم شرطة ضواحي السكة الحديد عام 2016 بالمخاطرة بحياته عندما اقتحم عربة قطار لإطفاء الحريق الذي اشتعل بها وقام بإنقاذ المسافرين. استقبل سامح شكري وزير الخارجية عادل العسومي رئيس البرلمان العربي وفدا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي. خلال اللقاء أكد شكري أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر والبرلمان العربي مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب، هذا فضلا عن مجلس الشيوخ المنتخب حديثا. تناول الجانبان سبل تعزيز آليات العمل العربي المشترك وصولا إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب والتصدي لمحاولات تهديد وحدة وسلامة الدول العربية. كما تطرق الجانبان إلى أهم التحديات والقضايا الإقليمية التي تشهدها المنطقة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا. أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي أكدت أن الحضانات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم وتتبع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. شددت الوزارة على تكثيف حملات رقابية وبشكل مفاجئ على كافة الحضانات للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات المطلوبة.
هذا وقد تم وضع عدة ضوابط في الحضانات للوقاية من كورونا، بينها إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي. قالت لجنة جائزة نوبل والتي منحت رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد جائزة نوبل للسلام عام 2019 إنها تشعر بالقلق الشديد إزاء الصراع في منطقة تجراي الإثيوبية، دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف. وقال بيان اللجنة والتي نادرا ما يكون لها موقف بشأن ما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها، إنها تتابع عن كثب التطورات في إثيوبيا وتشعر بالقلق الشديد. أكد بيان اللجنة مسؤولية جميع الأطراف الضالعة في الصراع عن إنهاء العنف المتصاعد وحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية. أعلنت الأمم المتحدة أن أزمة إنسانية واسعة النطاق ترتسم عند الحدود بين إثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الأشخاص يوميا بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تجراي. قال ناطق باسم مفوضية اللاجئين إن 4000 شخص يعبرون الحدود مع السودان يوميا منذ 10 نوفمبر الجاري، وإن عدد الفارين من الصراع إلى السودان وصل إلى 27000 شخص. وصلنا إلى ختام هذا الموجز، ونحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي 12303، معدل الترميز 27500، ومعامل الاستقطاب أفقي. شكرا لكم وإلى اللقاء.